بتوقيع مذكرة التفاهم هذه تكون الهيئة العربية للتصنيع في شراكة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لإمداد مركز تدريب الهيئة بالمواد التعليمية المستخدمة في تدريب الكوادر البشرية بالهيئة ومن خارجها. مركز التميز بيلاقي وحاليا فيه حوالي 120 شاب مصري بيتم تدريبهم، جزء منهم اتدرب وجزء ما زال تحت التدريب، بيتم تدريبهم في مركز التميز على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وأيضا على انترنت الأشياء. سنعمل على نقل خبراتنا إلى الهيئة العربية ونأمل في تعميق هذا التعاون إلى أقصى درجاته. وتمتلك الهيئة العربية للتصنيع واحدا من أفضل مراكز التدريب المتخصص في مجالات متعددة مثل مجال الانترنت والحوسبة وأمن المعلومات وإدارة وتشغيل المصانع الكبرى. مركز تدريب هنا هو ده بيدرب على PLC، PLC ده خاص بالبرمجة، البرمجة بتاعة المكن ده وحدة كنترول أنا بستخدمها علشان أن أنا أتحكم في المكن، معظم المكن الحديث بقى معتمد عليها. قدمت في الهيئة العربية من حوالي أقل من شهر وجاي أتعلم البي إل سي ده بيتحكم في المكنات الكبيرة. وسيتيح التعاون الجديد تعميق الخبرات المصرية في التحول الرقمي الذي يتناسب مع رؤية مصر 2030. خطوات جادة تخطوها الهيئة العربية للتصنيع كي تكون مركزا دوليا للتدريب المهني والاستشارات الفنية. يتم هذا بالتعاون مع كبرى الشركات الدولية التي تنجح الهيئة في استقطابها لإخراج جيل متميز بملامح مصرية. من الهيئة العربية للتصنيع أحمد بكير للتلفزيون المصري.